دكتور رؤوف حضرتك بتمرن غربي اكيد بس ولا يعني ايه؟ ده اللي انا اتعلمته وحبيته وبمارسه وبس. الغناء الجميل المظبوط كله موحد يعني احنا كلنا متحدين انه الميوزيكال ثياتر والجاز وحتى الروك وطبعا الشرقي لازم لازم نبنيه على اساس سليم اللي هو الحاجات اللي يعني التنفس المظبوط الحريه في الالقاء في الالقاء. بنختار اعمال عايزين ندي فرصة او ندي نشوف الممثل المصري بيستعمل صوته كمغني وفي نفس الوقت بيمثل. دي الحاجة الجديدة ومن خلال اللغة بتاعته دي احسن طريقة يعني. الواحد لما بيغني في لغته قبل ما يبتدي يغنيها مثلا الانجليزية او الايطالية الاوبرا طبعا دايما بتبقى في لغات عالمية فدي فرصة دي طريقة ان يبتدي يعرف انه يعمل شخصية. طب هايل يعني التجارب مجتمع او الخبرات مجتمع. هاي انت عايزة تعملي اللي ميزيرابل؟ يا اختي ايوه مش صعبه هي أيوة. مش سهله هي اكيد مش سهله بس يعني احنا الحمد لله يعني عملنا جزء منها والحمد لله نجح فاحنا دلوقتي في يعني في غضون شهور هنعملها كامله ان شاء الله كامله. خلي بالكوا الشباب ما بقاش معزول زي زمان يعني بقوا بيسمعوا من كتر ما حتى لما بيبقى الجيل اللي قبله عمال بيعمل على الشيرز على الفيسبوك وكده انه بيشوفوا فانتوم اوف ذا اوبرا شبح الاوبرا وبيشوفوا تشيس وبيشوفوا 40 سكند ستريت وبيشوفوا كل حاجه بنقعد نحط لهم حتت فبقت في ودنهم. فانا متوقعه انه الميزيرابل الالحان في الودن بقت اكتر في الودن بتاعت الناس اللي ما بتعرفش الفيلم اللي اتعمل كمان خلاها يعني اكتر واكتر I dreamed a dream in time gone by when hope was high life worth living I dreamed that love would never die But the tigers come at night With their voices soft as thunder بس الحقيقه يعني الحمد لله يعني احنا عندنا اصوات جميله جدا يعني اكيد تقارن بالاصوات اللي بره والكاستنج طبعا كان مهم جدا ان احنا نجيب الناس اللي بتغني الاصوات دي مظبوطه والمنظر وبعدين لما هتسمعوها بالمصري بالمصري بقى ده بقى ليه طعم تاني خالص. دكتوره ساره عناني زميلتنا وحبيبتنا هي اللي مترجمه كل اعمالنا اللي احنا بنقدمها دلوقتي وهي اصلا مغنيه اوبرا ويعني فهي اشتغلت معاها انا ازاي نركب الريتم بتاع الكلام على الريتم بتاع الموسيقى عشان ما يبانش انه غريب لان بعض التراجم بتبقى بتخلي الايقاع غلط بس احنا اشتغلناها يعني بطريقه انها حضرتك لما هتسمعيها اكنها مكتوبه بالعربي. يعني انت دلوقتي بتوعديني انه علي الالفي هيغني اوبرا؟ ايوه انت دكتور كده متاكد يا دكتور ان علي الالفي علي الالفي هيغني اوبرا؟ يعني شغالين ومش بس كده هو يعني انا لما بعلم حد عنده الموهبه الكبيره دي وبيغني شرقي كويس انا بحترم جدا الناحيه دي انا عايز احسن كل اللي بيعمله من خلال الغناء الغربي بس مش عايز يعني التكنيك الكويس اللي هيطلق صلاح الصوت بتاعه يعني بس مش عايز اغير الحاجه الجميله الشرقيه يعني. طب انا عايز اعرف انت حضرتك سيبك من نيفين ومحمد ابو الخير يعني مرنت ازاي مثلا يا حضره الارجوز قول لي مثلا دي عملت فيها ايه؟
ادي دي عندي انا ده عندك انت بس انا بدخشك لا ده عندي يعني دكتور رؤوف هي مثلا زي لو قلنا علي بيشتغل مع على التكنيك انه بيشتغل على التكنيك زي حد بيروح بعدين يقوم يبعتوا لي على الاوضه اللي جنبه وتعالى بقى انت هنا بقى علشان بنشتغل بقى على نفس التكنيك ان انا برضو بدرس نفس التكنيك ده لكن فكره ازاي تستخدمه في العربي ان انت يعني اصل التكنيك ما بيختلفش يعني مش هيختلف من اي حاجه ده الاساس زي ست ام كلثوم لما بنشوفها بتغني واقفه بتغني بتكنيك ما شاء الله الميكروفون بعيد بتستخدم جسمها ازاي بنشوف ازاي في نوته عاليه بتتنطر علشان تقوم مغنيها بتستخدم عضلات جسمها وده اللي بنحاول نشتغله فيه معاهم فيبطل يغني مثلا مغنيين العرب كتير قوي بنقول عليهم بيناوناو حنان ماضي قالت لي الجمله دي انا ما فهمتهاش بيناوناو ايه يا حبيبي يوني. لا طب وليه انت هتتريق عليهم ده اقول لك اصلي على النبي حبايبي كلهم هيجوا يشتغلوا معايا طب ماشي طيب ضمتوا قد ايه بقى؟ ما عندكم كام دلوقتي؟ احنا عندنا 45 مغني يعني احنا لما عملنا استماعات اعلنا ان احنا عايزين كان عندنا اوريدي شويه ناس بس كنا عايزين نكبر الفرقه فجولنا فوق ال 200 وشويه وخدنا منهم يعني دلوقتي تكوين الفرقه حوالي 45 مغني والضمانات انه الشباب فاضي معاكم يعني انت مثلا عملتوا افتتحتوا الليله الكبيره في ساقيه الصاوي مظبوط وكملتوا عملناها تاني في جامعه النيل في 6 اكتوبر هاي. ولسه عندنا طلبات ليها يعني ناس متحمسه لها قوي فالحقيقه الولاد بتوعنا لازم اقول يعني هم متطوعين معانا يعني هم بيتدربوا صحيح وبيتعلموا بس بيشتغلوا معانا يعني كتير قوي من غير اجر يعني هم بيعملوه علشان حبهم للمسرح والخبره وبعدين حبهم للكيان بتاعنا فابريكا ده ويعني احنا نفسنا جدا ان احنا في يوم من الايام نبقى فرقه محترفه ويبقى عندنا مسرح بتاعنا عشان نقدم فيه العروض طيب ايه اللي هتعملوه تاني زي الليله الكبيره زي الليله الكبيره يعني حاجات متالفه يعني مصريه احنا بنفكر نعمل 3 اوبرات في الساعه بتاعت شريف محي الدين دي يعني برضو قصص قصيره شريف محي الدين قصص قصيره ليوسف ادريسي 3 قصص شعر الاستاذ سيد حجاب فين اللي هتقربي لمستوى النغمه البسيطه قوي قوي اللي الناس تنقطها بسرعه وتحفظها وتجري وراكي هي اللي تجري وراكي لما الناس بقى تبتدي تكتب لنا مخصوص يعني ما احنا برضو نفسنا ان الملحنين والمؤلفين ده حد ده حاجه شغاله برضو عندنا يعني سيد درويش كان عنده فرقه اسم الله عليه بالظبط سيد درويش طبعا الباروكه بقى والعشره الطيبه وشهرزاد كل ده في دماغنا بس في دماغي منه مشاهد يمكن اكتر بس يعني لسه عايزين نشتغل على الدراما بتاعتها اللي فيها شويه ضعف درامي بحيث ان احنا نحافظ على الغنى المزيكا يعني حتى احنا لما اشتغلت في الليلة الكبيرة المهم بالنسبة لنا العمل الموسيقي او التأليف الموسيقي انه يبقى هو الاساس انه ثابت ممكن العب دراما حواليه قبله بعده ادخل حاجة في النص يعني ممكن ده يحصل لكن المهم العمل الموسيقي يفضل هو ده اوعى تقرب منه انصحك هو ده لا ده هو دي ده هدفنا مش بس هي نصيحة هو ده التارجت بتاعنا احنا ناس متخصصة في الموسيقى اكتر والمسرح الموسيقي فبالتالي هو ده الاطار اللي بنشتغل جواه لا تألف بقى نألف حاجات جديدة احلى لسه شغالين على ده يعني انا في روايه شغال عليها بقى لي دلوقتي يمكن 5 سنين تقريبا او 4 سنين والمؤلف الموسيقي بس مش فاضي لي حبتين وطبعا اللي بيشجع المؤلف انه يكتب حاجه انه لما يلاقي في امكانيات في ناس بتمثل في ناس بتغني وبتمثل ويمكن بترقص كمان فممكن المؤلف يخلق عمل ابداعي يعني مخصوص للفرقه دي انا سامع ان انتوا عاملين من نسمه اكتشاف حركات صح؟ لا وانا عندي برضو يعني ايمان ان العمل الحلو بيخلي الناس تيجي يعني لما بنشوفنا في ساقيه دلوقتي اللي جم حضروا شفنا طبقات اجتماعيه مختلفه من الجامعيين ومن المتعلمين تعليم متوسط ومن المتعلمين في الجامعات الخاصه حقيقي لما بتشوفي التفاعل مع الناس كلها فاهمين اللي بيحصل وحابين بيحصل الواحد بيطمن ان لا الحمد لله في بني ادمين لا الناس بس عايزه حاجه حلوه لا هي طول عمرها عمار يا استاذ محمد طول عمرها عمار عمار بالظبط طب يلا وروني بقى الشباب اللي انا عارفه نسمع وعلي حاسه ان انتوا في مفاجاتين ولا حاجه كمان يعني 2 3 4 9 18 يوم يلا خلينا نشوف
بعد الذل علينا فار الشمس دي نار حران يا ناس هموت في الغل والعار لغاية يوم ما نموت مظلوم مظلوم يا رب الحق يبان انساه انساه ينسينا من زمان عايزاني ريداني هي مستنياني نسياك نسياك انت مش راجع تاني يوم ما اخرج هكد اوام واقول يا فكيك في الارض في الارض نزل عينك في الارض تعبان شقيان يا رب سيبني اموت مدفوق يا حمار مدفوق مستني ايه مدفون في العار ده قبرك واقف فيه هاتوا اللي رقبوا واحد صفر اتنين انت بقيت تحت المراقبة فاهم يعني ايه يعني بقيت حر لا ما تفتكرش انك اخدت افراج يا رب سكون سرقت رغيف رزق حرام صرت ازاز شباك ابن اختي كان بيموت بيموت بجوع وتموت لو ما احترمتش القانون عشرين سنه ورا القضبان اسير للقانون للسرقه خمس سنين والباقي علشان هروبك يا واحد صفر اتنين انا اسمي جاب عالجان وانا جبر اسمي اياك تنساه انا وراك يا واحد صفر اتنين مدفوق يا حمار مدفوق مستني ايه مدفون في العار ده قبرك واقف